بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن ابن عمار الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا يزال الحديث حول مكروهات الصلاة. قال: ومدافعا لأحد الأخبثين، تكره الصلاة حالة كونه مدافعا للبول والغائط أو الريح، يعني يريد أن يخرج للقضاء حاجته فإذا به يمنعها ويحبس نفسه. قال: ولو حدث فيها، يعني ولو حدثت الرغبة بالبول أو الرغبة بالتغوط أو الرغبة في إخراج الريح في الصلاة، ما الحكم؟ قال: يقطع صلاته ويتخفف ويستأنف الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. وهو حاقن يعني حابس للبول أو عندنا حاقن وعندنا حاقب، لذلك في الحديث: لا رأي لحاقب ولا حاقن. الحاقب هو الذي يحبس الغائط، والحاقن هو الذي يحبس البول، عنده رغبة في التبول شديدة يسمى حاقنا. فإذا الحديث يقول: لا رأي، يعني إنسان يستشار أو يسأل سؤالا أو يستفتى وهو حاقن أو حاقب، غالبا يكون رأيه مشوشا غير منضبط غير صحيح، فلا تعطي قرارا، لا تتخذ قرارا وأنت حاقب وأنت حاقن. قال: حتى يتخفف. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أو الشيخ رحمه الله قال: ومدافع لأحد الأخبثين أو الريح. إذن أو نقول لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن، حدد بحابس البول، ولكن العلماء قالوا الأمر أعم من ذلك، فيشمل هذا الغائط والبول والريح، لأن العلة متحدة، وهي العلة تشويش البال وشغل الخاطر. فهذه العلة تحصل للحاقن والحاقب ولمن يحبس الريح أيضا، وهذا يخل بالخشوع. لذلك الثلاثة متفقة في العلة، فإذا حصل هذا أثناء الصلاة قال: يقطع الصلاة ويتخفف ويستأنف. قال: ومع نجاسة غير مانعة كذلك تكره الصلاة، وهو حامل نجاسة غير مانعة من صحة الصلاة. قال: نعم، يعني أنا ما فهمت، يعني هو يقطع الصلاة لو يصلي في بيته وهو يشعر بدأت في الصلاة وأنت مرتاح ما في شيء، وأنت في منتصف الصلاة صار في بطنك غازات أو صار في رغبة بالتبول شديدة أو صار عندك رغبة بالتغوط شديدة، بحيث أنه صار الإنسان يقف ويبدأ يضغط على نفسه هكذا، فماذا يفعل؟
قال يقطع الصلاة ويذهب يتخفف ويرجع ليصلي، يرجع وليصلي. فالاستمرار بالصلاة والحالة هذه مكروه تحريما، لا ينبغي أن يكون. مولانا يعني ولو كان غير شديد يعني، إذا كان لا يمنع الخشوع ولا يشوش البال لا حرج في ذلك، لا يقطع الصلاة من أجله إذا كان لا يشوش البال. أما إذا كان يشوش البال ويجعله يتحرك لأنه يحبس البول وخشي أن يخرج الريح منه، خشي أن يتقاطر البول، نقول له اقطع الصلاة واذهب وتخفف. قال مع نجاسة غير مانعة، قال تقدم بيانها. والنجاسة الغير المانعة هي ما دون ربع الثوب في النجاسة المخففة، وما وقدر الدرهم فما دون في النجاسة المغلظة. فإنسان كان مع على ثوبه أقل من ربع البول، أقل من ربع الثوب من نجاسة مخففة، تكره الصلاة، تكره الصلاة فيها. قال مع نجاسة غير مانعة، سواء كانت هذه النجاسة موجودة بثوبه أو بدنه أو مكانه. قال خروجا من الخلاف، إلا إذا خاف فوت الوقت، يعني ضاق الوقت الصلاة. هو بالأصل شرع في الصلاة ناسيا وجود النجاسة غير المانعة، وهو في الصلاة تذكر وجود النجاسة على ثوبه على بدنه أو مكانه، ولكن ضاق الوقت بحيث تفوته الصلاة، يعني إذا قضى حاجته مثلا، نعم، إذا كان حاقنا للبول. يعني هذا الآن هنا بد أن نلاحظ أحبابنا ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح ومع نجاسة مانعة، هذه المسائل مرتبطة ببعضها، هذه مرتبطة ببعضها، هذه الثلاثة. يعني أنا الآن كما قلنا شرعت بالصلاة وأنا ناسي أمر النجاسة، أو شرعت بالصلاة والآن حصل معي حبس رغبة في التبول أو في التغوط أو في إخراج الريح، ولكن الوقت ضيق، تفوتني الصلاة إذا ذهبت لقضاء حاجتي أو إذا ذهبت لغسل النجاسة التي على ثوبي أو تبديل الثوب، فإذا قطعت الصلاة الآن تفوتني الصلاة، تفوتني الصلاة، يخرج الوقت. يعني ما الحكم؟ قال لا أصلي وأنا حاقن ومع النجاسة غير المانعة، لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء. أن تصلي الصلاة في وقتها مع الكراهة أولى من أن تصليها قضاء. أما إذا كان في الوقت سعة تقطع الصلاة، تتخفف وتغير ثوبك النجس إلى ثوب طاهر، أو تغسل الثوب النجس، تغسل ثوب النجس، إن أنت الآن تفعل ما هو اللائق. هنا نلاحظ أحبابنا أن قول الشيخ رحمه الله إلا إذا خاف فوت الوقت، نبه الإمام الشيخ الطحطاوي على مسألة هنا، وهو أن ظاهر قوله إلا إذا خاف فوت الوقت، قال ظاهر هذا الكلام أنه إذا خاف فوت الوقت يصلي وهو مدافع لأحد الأخبثين، يصلي مع النجاسة غير المانعة وتنتفي الكراهة عندئذ، هذا ظاهر كلامه. ولكن كلام غيره يفيد أن الكراهة باقية، أن الكراهة لا تزال باقية، إلا أنه حينئذ يكون قد ارتكب أخف الضررين. عندنا ضرران: الصلاة
مع الكراهة مدافعا لأحد الأخبثين أو مع النجاسة غير المانعة، أو الصلاة قضاء، كلاهما ضرر، فما هو أخف الضررين؟ قال أن أصلي وأنا حاق، أو أصلي وأنا ثوبي فيه نجاسة غير مانعة. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا. قال أو خاف فوت الجماعة، خاف فوت الجماعة فحينئذ. نعم. قول المصنف خروج من الخلاف، ما المراد؟ خروجا من الخلاف أنه عند غيرنا من المذاهب لا يعفى، ما عنده نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة، ما يعني إذا وجدت على ثوبي نجاسة مثلا بول المأكول عندنا يعفى عن ما دون ربع الثوب، عند المذاهب الأخرى لا يعفى إلا بمقدار الدرهم أو أقل من مقدار الدرهم. فلذلك خروجا من خلاف المذاهب كي لا تكون صلاتي صحيحة عند أبي حنيفة باطلة عند الشافعي مثلا، ماذا أفعل؟ أقطع الصلاة لأصلي بثوب طاهر الكل. شكرا جزاك الله خيرا. آمين. قال أنا لو سمحتم تفضل. عفوا، إذا كان النجاسة دون الدرهم فالكراهة تحريمة كذلك يعني في غير ضيق الوقت، يعني في كلما قربت النجاسة من مقدار الدرهم اشتدت الكراهة إلى أن تصير مقدار الدرهم فهي مكروهة تحريما. تمام أكرمكم الله سيدي. فإذا كانت النجاسة قليلة ربع درهم مثلا بالمساحة فهذه كراهة تنزيهية. تمام الله يكرمكم. آمين. قال أو خاف فوت الجماعة فحينئذ يصلي بتلك الحالة، لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام، والجماعة مؤكدة أو واجبة، والصلاة والجماعة مؤكدة، يعني إما أن تكون سنة مؤكدة وإما أن تكون واجبة على خلاف بين العلماء. طبعا هذا إذا كان بحال لا يجد جماعة أخرى، أما إن كان يجد جماعة أخرى ماذا يفعل؟ قال يقطع الصلاة ويقضي حاجته ويتخفف ويطهر ثوبه وينتظر الجماعة الثانية. قال وإلا، أي وإن لم يخف الفوت، لم يخف فوت الجماعة، لم يخف فوت الجماعة، قال ندب قطعها، يعني هو يعلم أنه انقطع الصلاة يذهب ويغير ثيابه ويرجع ويدرك الإمام في الصلاة فلا تفوته الجماعة، أو كما قلت قبل قليل يدرك جماعة ثانية يقطع، ندب قطعها. وقضية قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل، أي لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق، وجوب القطع للإكمال، وجوب قطع الصلاة من أجل أن تؤدي الصلاة كاملة، يعني إن صليت وأنت حاق صلاتك ناقصة فتقطع لتصلي فتؤدي صلاة كاملة، هذا معنى وجوب القطع للإكمال. قال وتكره الصلاة في ثياب البذلة، أو في ثياب البذلة بكسر الباء وسكون الذال، المعجمة، ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن، يعني هي الثياب التي يعمل بها الإنسان، ثياب العمل، ثياب العمل، لا سيما الذي يعمل بإصلاح السيارات أو بالبناء أو بتنظيف الشوارع أو بالمهن التي فيها وسخ هنا، فهذا لا ينبغي له أن يصلي بهذه الثياب، ولا ينبغي له أن يدخل المسجد فيلوث المسجد بثيابه. لذلك عندنا عادة في الشام جميلة، وأظن لعل موجودة في باقي البلدان، توجد عباءات تعلق بجانب باب المسجد،
فإذا دخل إلى المسجد رجل ثيابه متسخة يلبس العباءة ويصلي بها كي لا تنزل الوسخ من ثيابه إلى السجاد. ومما علمنا إياه أحد شيوخنا وفيما أذكر علمنا أدبا جميلا يغيب عن أذهان كثيرين من الناس. أنت في الصيف، هذا غالبا يكون في الصيف في البلاد الحارة، عندما تكون لابس الحذاء تدخل لصلاة الظهر في المسجد أو العصر أو المغرب أو العشاء، ماذا تكون رجلك فيها رائحة؟ الجوارب فيها رائحة الحذاء. فكان يأمرنا إذا دخلنا إلى المسجد أن نخلع الجوارب وأن نضعها في الحذاء كي لا تنتقل الرائحة من الجوارب إلى السجاد، إلى سجاد المسجد. قال: فإن علم أحدكم بأن رجليه فيها رائحة يذهب يغسل قدميه ثم يأتي للصلاة. هذا الأدب يفقده كثير من الناس، وهذا ينبغي أن يلاحظ. الذي قادنا لهذا الكلام أنه تكره الصلاة في ثياب البذلة. هل الكراهة تحريمية؟ قال: لا، ظاهر الأدلة أن الكراهة تنزيهية. وقيل ثياب البذلة هي ما لا يذهب به إلى الكبراء. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا فعل ذلك، يعني صلى في ثياب البذلة، فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: الله أحق أن تتزين له. مولانا، نعم، يعني أحيانا يوجد ثياب غير هذا، غير ثياب البذلة، ولكن لا أشعر به، يعني راحة، يعني لا أشعر به بالبوحة. ما فهمت سؤالك. كيف أقول، يعني الثياب غير مريحة، غير مريحة، يعني ضيقة، ضيقة، أو يعني ضيقة، الصلاة فيها مكروهة. لا، مش ضيقة، مثلا هو يصنع من شيء غير مريح. طيب لا تلبسه. وألبس إذن ثياب البذلة؟ لا، لا تلبس، تلبس ثيابا نظيفة، لا تصلي بثياب وسخة، تلبس الثياب النظيفة، تلبس الثياب النظيفة. قال: وتكره، يعني الصلاة، وهو مكشوف الرأس تكاسلا. لاحظ القيد، هذا القيد ضروري جدا، نبه. يعني أنا الآن أصلي في البيت أو في المسجد أو في الدكان أو في الطريق، يكره لي أن أصلي وأنا مكشوف الرأس، وأنا مكشوف الرأس. ولكن الشرط وجود الكراهة أن أكشف، أن أصلي مكشوف الرأس كسلا. كيف يعني كسلا؟ يعني أنا لا أضع الطاقية أو القلنسوة على رأسي، هناك حر، كسل، أخذ الآن الطاقية وأضعه على رأسي. تغطية الرأس تكره الصلاة وأنت كاشف الرأس كسلا. لماذا تأكيد الكلام؟ قال الشيخ الطحطاوي، قال: وإن ترك ستر الرأس أثناء الصلاة استخفافا كفر والعياذ بالله. لاحظ، إن تركه استخفافا كفر. فلذلك الأمر خطير. فإن شعرت في نفسك أنك تترك هذا الأمر، غطاء الرأس أثناء الصلاة، إذا فعلنا أحد ثلاث حالات: إما أن تتركه تكاسلا كسلا فهذا مكروه، أو استخفافا والعياذ بالله هذا كفر، أو تخشعا تذللا بين يدي الله فهذا مستحب.
أو أن تلبس، وهذه هي السنة والأكمل. نسأل الله لنا ولكم العمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تكاسلا يكره، ليه؟ قال لترك الوقار، لترك الوقار. حبذا لو تكتب على هامش الكتاب تكتب قال الشيخ الطحطابي: وإن فعله استخفافا كفره. إن فعله يعني إن ترك غطاء الرأس استخفافا. قال إلا لماذا هكذا؟ نعم لماذا هكذا قال؟ لكثرة الأدلة، يعني تواتر، لتواتر تواتر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مغطي الرأس، فهذا استخفاف بما تواتر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا مولانا. أو لعل هناك أدلة ثانية يعني أنا ما وقفت عليها. لا لأن غير إحنا فيه كراهة، ولكن هل إن تركها استخفافا يكفر أو لا يكفر؟ على كل لا يوجد مسلم صراحة يترك تغطية الرأس استخفافا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يفعله هذا إما مسلم، يعني ما يفعله مسلم. قال إلا نعم مولانا، يعني تغطية الرأس في الصلاة سنة مؤكدة، نعم ليس مستحب فقط، نعم بل سنة مؤكدة. إذا نعم سس نعم سنة مؤكدة ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في التجنيس: ويستحب له ذلك، يعني يستحب له أن يكشف رأسه بنية التذلل والتضرع، بنية التذلل والتضرع. قال الجلال السيوطي رحمه الله: اختلفوا في الخشوع، هل هو من أعمال القلب كالخوف، أو من أعمال الجوارح كالسكون، أو عبارة عن المجموع، يعني عمل القلب والجوارح. قال الرازي: الثالث أولى، يعني الخشوع هو عمل القلب والجوارح. وعن علي رضي الله عنه: الخشوع في القلب. وعن جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون فيها، يعني عدم العبث باللحية، عدم العبث بالثياب، عدم حك الرأس والبدن، السكون في الصلاة لأنك في حضرة الملك. وأنا في اعتقادي الجازم، أنا في اعتقادي الجازم الذي يرى نفسه في الصلاة في حضرة الملك لا يحرك ساكنا من جسده، الذي يرى ويلاحظ بقلبه وعقله بأنه في حضرة الملك لن يخطر بباله أن يحك رأسه أو أن يعبث بلحيته أو إلى آخره، لأن هيبة الوقوف بين يدي الملك تسيطر على ظاهر وباطن الإنسان. أما إذا غفل عن ملاحظة هذا الأمر يعبث. لذلك يروى في الأثر، وبعضهم قال موضوع، نقول يروى في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول حديث إما ضعيف أو موضوع، يعني رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لاحظ، لو نظر بقلبه إلى أنه في حضرة الملك الآن لتوقفت ولتعطلت جوارحه حتى يخرج من الصلاة. ولكن لما تسيطر الغفلة على القلب وتشغل الفكر في الصلاة من أولها إلى آخرها بالدنيا والطعام والشراب وغير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. مولانا حضرتك، ما المراد بالتغطية الرأس؟ بالتغطية الرأس هكذا، هذا تضع غطاء على رأسك.
هل يوجد يعني شيء معين، يعني تقية، عمامة؟ أو طبعا العمامة أفضل، العمامة أكثر ثوابا، العمامة أكثر ثوابا. ولو فقد مولانا نقل بالحرقة مثلا؟ خرقة؟ كيف نعم. يعني خرقة؟ يعني أي شيء موجود عندنا تغطي رأسك بالقلنسوة، يعني تأتي يعني تأتي بنطل يعني تأتي ببنطلون تضعه في رأسك مثلا؟ لا لا ولا يعني لو فقد تأتي بشنطة مثلا تربطها برأسك؟ تضع إما قلنسوة يكون منظر جميل ليس منظرا قبيحا، تكون سخرية بين الناس، يعني لا يصح كذلك أن يحول الإنسان نفسه سخرية، ما يصح هذا. سيدي نعم عفوا ما فهمت، كيف يكون كاشف الرأس متذللا؟ يعني انتبه علي، العرب نعم. كانت إذا في الماضي إذا ذهبت إلى ذي سلطان تطلب منه حاجة ما، تذهب إليه حاسرة عن رأسها، كاشفة عن رأسها، يقصدون بذلك التذلل، كأنني أتيت إليك ذليلا حتى إني من ذلتي كشفت عن رأسي، لأن كان من عادة العرب ألا يكشفوا رؤوسهم، من عادتهم وضع القلانس على الرؤوس وإدارة العمائم عليها، لذلك كانوا إذا أرادوا أن يذلوا إنسانا يأخذون القلنسوة ويرمونها على الأرض، فكان أحدهم يموت ولا ترمى قلنسوته أو عمامته على الأرض، منتهى الذل كان عندهم أن ترمى قلنسوة الإنسان وأن تداس بالرجل. فهو لما يأتي بالقلنسوة يأتي إلى الملك، إلى السلطان، إلى صاحب، إلى الأمير وقد كشف عن رأسه، فهذا يظهر له التذلل. فهمت؟ نعم جزاكم الله خير، بارك الله. قال وتكره، قال وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت. قال وتكره بحضرة طعام يميل طبعه إليه، طبعا بحضرة طعام قادر على الأكل منه، قادر مباح، قادر على أن يتناول منه، إلا إذا كان بحضرة طعام لا يقدر على الأكل منه لا تكره الصلاة، بل على العكس المطلوب منه أن يبتعد عن هذا الطعام. وتكره بحضرة طعام يميل طبعه إليه، أما إذا كان لا يميل طبعه إليه فلا كراهة، يعني فلان أمامه طعام ربما يكون جائعا وأمامه طعام هو لا يحبه ولا يشتهيه، هل تكره الصلاة؟ قال لا تكره، يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. طبعا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة بحضرة الطعام، المراد بالطعام الطعام الذي يريد المصلي أن يأكل منه. قال وما في أبي داود لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، هذا حديث، هذا الحديث قال محمول على تأخيرها عن وقتها، محمول على تأخيرها عن وقتها، أو هو محمول على طعام لا يشتهيه، إذا كان بحضرة طعام لا يشتهيه لا تؤخر الصلاة. قال لصريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل، ما يستعجل يعني الإنسان حتى يفرغ منه، كن وأنت ساكن وأنت مطمئن، فإذا ما أنهيت الطعام اذهب وتوجه للصلاة. رواه الشيخان. قالوا إنما أمر بتقديمه، أمر بتقديم العشاء
لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به. هلا بعض الناس، واشتكت لي بعض العوائل على هذا الأمر، في رمضان يذهب ليصلي المغرب في المسجد ويتأخر ربع ساعة بعد الأذان، 20 دقيقة ربما، فإذا رجع إلى البيت ووجد أهل بيته أفطروا قبله غضب غضبا شديدا وأقام الدنيا ولم يقعدها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من أجل أن يفعل سنة ارتكب ذنوبا وآثاما. أنت تريد أن تفعل السنة، لا حرج عليك، اذهب وصلي في المسجد ما شئت، ولكن اترك زوجتك وأولادك أن يتناولوا الطعام، طعام الإفطار، هم الآن جياع. فلا يصح لك ولا يجوز لك أبدا أن تمنعهم، هذا ينبغي التنبه له. لا تلزم الآخرين بأمر لم يلزمهم به صاحب الشريعة. قال: وتكره بحضرة كل ما يشغل البال، كزينة، محراب مزخرف، جدار مزخرف، وبحضرة ما يخل بالخشوع كلهو ولعب، يصلي والتلفاز بين يديه شغال، يشاهد مباراة أو يسمع أخبار، أو ربما والعياذ بالله يشاهد مسلسل ما، فيلم ما، منكرا ما، أي شيء، أو يستمع لحديث ما، أو يستمع لإنشاد، أو يستمع لدرس، هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. تكره الصلاة بحضرة ما يخل بالخشوع كلهو ولعب. ولذا، إيش ولذا؟ يعني ولكراهة الصلاة مع ما يشغل البال ويخل بالخشوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة، ولم يكن ذلك مرادا، ولم يكن ذلك، أي لم يكن السعي بالهرولة مرادا بالأمر بالسعي للجمعة، يعني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل المراد بالسعي هنا الركض والجري؟ قال: لا، المراد بالسعي هنا الذهاب بالسكينة والوقار، المراد بالسعي يعني المسارعة، المبادرة، أن تترك كل شيء بين يديك ثم تذهب إلى الصلاة بالسكينة والوقار. تفضل سيدي. يعني مرات الدرس مشتغل و يعني نصلي مرات، يعني هل نطفئ الدرس مثلا؟ يعني درسنا صلاة يعني لا يجوز تأخيرها كسنة المغرب مثلا، هل في العام الماضي او الذي قبله يعني كنا نقرأ الأذكار فكانت صلاة المغرب تأتينا لا نستطيع تأخيرها. اذا الدرس شغال وانت تصلي طبعا ما يصح هذا، هذا يخل بالخشوع، ستصلي وأذنك مع الدرس فلا تدري صلح. يعني أتكلم عن نفسي الآن لا عنكم، أنا الآن أصلي وما عندي حوالي، ما ليس حوالي شيء، لا أدري صليت 4 أم 3، فكيف إذا كنت أستمع إلى درس؟ فهذه مشكلة، لا ينبغي ذلك. قال: وكذا يكره عد الآي، عدوا الآيات سواء كان صلاة فرضا أو نافلة، جمع آية، وهي الجملة المقدرة من القرآن، وتطلق الآية بمعنى العلامة، وعد التسبيح أيضا. وقوله باليد قيد لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، خلافا لهما بأن يكون بقبض الأصابع، خلافا لهما، انتهى، خلافان لهما. هنا ينبغي أن نضع فاصلة، هنا ينبغي أن نضع فاصلة. ليه الفاصلة؟ لأن قوله بأن يكون
بقبض الأصابع تصوير للعد المكروه، ما قال وكذا يكره عد الآي وعد التسبيح باليد، إيه كيف؟ قال بأن يكون بقبض الأصابع هكذا، هذا فيه كراهة، واضح؟ أما بالغمز هكذا فيه خلاف، والظاهر أنه لا كراهة فيه كما سيأتي الآن. إذن هنا بأن يكون، أكتب هذا على هامش الكتاب، بأن يكون بقبض الأصابع، أكتب قوله بأن يكون بقبض الأصابع تصوير للعد المكروه، تصوير للعد المكروه. نعم. طبعا طبعا أحبابنا، إذا كان العد الآيات والتسبيح فيه كراهة، فيه كراهة من باب أولى لو كان يعد في الصلاة غير الآيات وغير التسبيحات. قال ولا يكره الغمز بالأنامل في موضع هكذا الغمز، يعني أن يضغط ضغطا، أنا الآن أصلي صلاة التسبيح مثلا، أريد أن عندي الآن 15 تسبيحة، أفعل هكذا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان، كل 5 أصابع كل 3 مرات أضغط ضغطة، فأكون أعددت 15 تسبيحة بالغمز. قال لا كراهة في ذلك. قال ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها، تضغط هكذا يعني، ولا الإحصاء بالقلب كذلك اتفاقا، كعدد تسبيحه في صلاة التسبيح وهي معلومة، في صلاة التسابيح وهي يعني صلاة التسابيح معلومة، كأنه هنا كعد تسبيحه في صلاة التسبيح أو كعدد، لا كعدد. قال باللسان مفسد اتفاقا، عد الأذكار باللسان في الصلاة مفسد اتفاقا. قال ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح، لا يكره لك خارج الصلاة أن تقول اليوم أنا سأعد 1000 سبحان الله، 1000 الحمد لله، 10,000 مرة اللهم صل على سيدنا محمد، لا كراهة في ذلك خارج الصلاة، العد لا كراهة فيه. قال ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب، أن يدخل في المحراب بشكل يعني كامل، الوقوف والركوع والسجود في المحراب، هذا مكروه، لا قيامه خارجه، لا قيامه خارج الإمام المحراب والسجود في المحراب، هذا لا كراهة فيه. سمي محرابا لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه، والكراهة لاشتباه الحال على القوم، إذا أنت دخلت في المحراب بشكل كامل ربما يشتبه حالك على من يمينك وعن يسارك. قال إذا ضاق المكان فلا كراهة، ضاق المكان فلا كراهة، وكذلك أن انتفى الاشتباه تنتفي الكراهة، إذا الآن عندنا مكبرات صوت ينتفي الاشتباه فتنتفي الكراهة، تنتفي الكراهة. قال أو قيام الإمام على مكان، هناك كلام طويل حول هذه المسألة، الآن نختصر الحديث كي نقرأ ننجز من قراءة الكتاب. أو قيام الإمام على مكان بقدر ذراع على المعتمد، يعني مكان مرتفع، أو قيام الإمام على مكان مرتفع بقدر ذراع على المعتمد. وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط، واختاره شمس الأئمة الحلواني، أو على الأرض وحده، يعني إما أن يكون هو قائم لوحده في مكان مرتفع والناس دونه، أو هو واقف لوحده على المكان المنخفض على الأرض والناس كلهم في مكان مرتفع. قيد للمسألتين، واحد كلمة وحده قيد للمسألتين، يعني وقف في مكان مرتفع وحده والناس دونه، أو وقف على الأرض وحده والناس فوقه. أما لو وقف معه وفي مكان مرتفع وقف معه شخص آخر انتفت الكراهة. قال فتنتفي الكراهة بقيام واحد معه للنهي عنهما، به ورد الأثر. ويكره القيام خلف صف فيه فرجة، فيه فرجة للأمر بسد الفرجات،
طبعا فيه فرجة تتسع لشخص، أما إذا كان في عندنا فرجة ما تتسع لشخص، لا تتسع لشخص، قال لا حرج فيها. للأمر بسد فرجات الشيطان، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة من الصف كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. يقول الشيخ الطحطاوي رحمه الله: طبعا السنة أنت إذا أردت أن تقف أن تنشئ صفا، أتيت الآن وجدت الصف كله ممتلئ، ما لك مكان، السنة أن تأخذ رجلا ليصلي مع لتنشئ صفا معه. يقول الشيخ الطحطاوي رحمه الله: الأولى في أيامنا هذه عدم جذب شخص ما وأن يقوم بالصف لوحده. ليه؟ قال: لكثرة الجهل، ربما لو سحبت إنسان قام بضربك وما يعرف ما يفهم. قال: ولبس ثوب فيه تصاوير، ولبس ثوب فيه تصاوير ذي روح، لأنه يشبه حامل الصنم، لأنه يشبه حامل الصنم. قال الشيخ الطحطاوي رحمه الله: هذه العلة، لأنه يشبه حامل الصنم، هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير الصلاة، حتى ولو في غير الصلاة يكره لك أن تلبس ثوبا فيه تصاوير. مولانا معذرة، نحن لما وقفنا في الصف الثاني يعني وجدنا فرجة في الصف الأول، ويعني في يعني ذهبت إلى هذه الفرجة يعني ومكاني يعني مكاني فارغا، هل من صف الثالث يأتي هكذا ويستمر هكذا؟ نعم، أنت لما وقفت في الصف الثاني لماذا تركت الفرجة قبل أن تقف في الصف الثاني؟ هو ما سلم سوزه عنده من السابق الحدث وخرج من الصف. تتقدم أنت وتسد الفرجة. أما مكاني يأتي من خلفك ويسد المكان. ما شاء الله، هكذا يستمر دائما يعني إلى حتى العاشر يعني حتى المئة. ما شاء الله، بارك الله فيك. قال: ويكره أن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه عن يمينه أو عن يساره صورة حيوان، لأنه يشبه عبادته، وأشدها كراهة أمامه. فمن الجهل ما يفعله بعض المتصوفة، جهل يضع صورة شيخه أمامه أثناء الصلاة، هذا والعياذ بالله يخشى على فاعله الردة، ممنوع شرعا، ممنوع شرعا. أو أن يضع صورة شيخه بين يديه أثناء الذكر، هذا ممنوع، وإن كان بعض الطرق تفعل هذا، هذا ممنوع شرعا، لا يجوز هذا الفعل. أنت عندما تذكر الله عز وجل لا تضع شيئا بين يديك، لا في صلاة ولا في غيرها. التوجه أثناء الذكر أثناء الصلاة إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. يقولون الرابطة هل لن نخوض في التفاصيل، ولكن هذا الفعل غير جائز، أن تضع صورة شيخك هكذا وتجلس وأنت تنظر إليه أثناء الذكر أثناء الصلاة، يعني أثناء الصلاة مصيبة، يعني إن اغتفر له أثناء الذكر لا يغتفر هذا الفعل أثناء الصلاة أبدا. يعني دائما الطريقة ينبغي أن تكون منضبطة بالشريعة، فإذا خالفت الطريقة الشريعة لا يلتفت لها، لا يلتفت لها أبدا. الطريقة منضبطة بالشريعة وليست الشريعة منضبطة بالطريقة، لأن الطريقة متولدة عن الشريعة، ناشئة من قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون منضبطة بالشريعة، بمجرد ما خالفت انتهت.
قال إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به لأن هذا يصغر عن البصر أو تكون كبيرة مقطوعة الرأس لأنها لا تعبد بلا رأس لو كان الآن بين يدي الصورة فوضع على الرقبة خط هكذا خط بين الرأس وبين الجسد قال لا هذا غير ممنوع لا بد من فصل العنق كله لا بد من طلي العنق كله من محيه أو محو الوجه محو الوجه أو محو الرأس هل هناك بعض الأشخاص يفعلون أفلام رسوم متحركة للأطفال بدون معالم الوجه شخص يمشي ويتكلم ولكن بدون عينين ولا أنف ولا فم هذا لا حرج فيه قالوا محو الوجه كمحو الرأس كمحو الرأس وينبغي التنبه لهذا قال وإذا رأى أو تكون كبيرة مقطوعة الرأس لأنها لا تعبد بلا رأس أو تكون لغير ذي روح كالشجر لأنها لا تعبد وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محيها بدون إذنه يعني وتغييرها أيضا هذا منكر هذا منكر فإن لم تقدر على إزالته تغادر المكان من باب الإنكار لم أستطع إزالة هذا المنكر إذن أغادر هذا المكان أغادر هذا المكان هنا تدخل إلى بيت إنسان مثلا واضع تماثيل تقول له أنت بالخيار إما أن تكسر هذه التماثيل وإما أن تخرجها من الغرفة التي أنا فيها وإما أن تخرجها من الغرفة التي أنت نحن فيها أنا لا أجلس مع هذه التماثيل وإن لم تفعل هذا أنت آثم تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه جريمة يفعلها كثير من الخواص وأكثر من العوام قال وإذا يعني التماثيل زي الحصان مثلا كيف؟ تماثيل تقصدون زي حصان 20 سنتيمتر تمام حصان كامل الجثة موجود على الرف هذا لا يجوز أو دب أو أحيانا يضعون تماثيل رجل وامرأة أي شيء أي تمثال لذي روح لا يجوز أما لو كان الألعاب أطفال مرمية في الأرض لا حرج فيها متى نمنع أن توضع هذه الألعاب على الرفوف تصمد هذا ممنوع لأن رفعها على الرفوف دليل تعظيمها وكثير من البيوتات يضعونها على ألعاب الأطفال أو تماثيل صغيرة عصافير أو خيل أو دبب صغيرة يضعونها في الخزائن وتظهر هذا لا يجوز هذا يمنع دخول الملائكة يمنع دخول الملائكة ويسمح بدخول الشياطين والجن والعفاريت ينبغي التنبه لهذا إذن المراد بالصورة التمثال يعني مولانا؟ التمثال أو المرسوم رسم بالإيد بالقلم يعني؟ مرسوم باليد نعم باليد. مرسوم باليد يعني. نعم؟ ليس فوتوغرافيا يعني لا ليس لا لا ليس تلك حكمها شيء اخر وان كان الاولى كذلك عدم وضعها في البيوت على الجدران الاكمل عدم وضعها لا اقول حرام لا اقول الاكمل الا توضع في البيوت ولنا معذره انا لا اسمع بالنسبه يعني عنف والفم والعينين محو الوجه كمحو الرأس يعني صورة محونا العينين والأنف والفم كأننا محونا الرأس كله
يعني لا اذا لا يوجد عين والانف والفم كانه لا يوجد راس. ايوه تمام. انسان رسم صوره انسان افلام كرتون رسوم متحركه وهم لا اعين لها ولا انف ولا فم، هذا لا حرج فيه. نص فقهاؤنا وأظن الكمال بن همام في الفتح قال محو الوجه كمحو الرأس. شكرا مولانا. سيدي تفضل. مثلا بعض الناس الصيادين يقتلون مثلا الذئب أو الدب ثم يدعون رأسهم، يعني رأس الدب الحي الذي كان الحي ميت يعني، يضعونه على الجدران، هل فيه حرج؟ يضعون الرأس فقط. نعم رأس فقط مثلا. لو أنك قطعت رأس الدب هذا يبقى حيا أم يموت؟ لا هو ميت ميت ميت، لا حرج في هذا، لا حرج. جزاكم لا حرج، نص الفقهاء على ذلك، لا حرج في هذا. يضعون أحيانا كاملا، أحيانا يضع كاملا. إذا وضعوه كاملا كاملا كذلك لا حرج. هو هذا 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 ليست مثال، هذا هذا دب حقيقي يضعون فيه مواد تحنيط كي لا يتعفن ويحشى باطنه وكأنه موجود. يعني إن فعلوا ذلك دون تعذيب له لا حرج، قتلوه ثم فعلوه، يعني هذا فعل يعني السفهاء من الناس، هذا العاقل ما يفعل هذا. قال وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها. ثم قال ويكره أن يكون بين يديه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.